سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ماز عليكم، امور على خير؟ كلشي بخير. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم على خير ويلقاكم في احسن الاحوال. هاد النهار غنبداو الروتين ديالنا البنات بالتنظيف، لحقاش هاد لي فوتويد عندي اللي عندي هنايا في وسط الدار بانوا ليا بانهم بهاتوا وتغبروا. غنجيكم بواحد الحيله باش بالنسبه للناس اللي عندهم الصالونات ديال الجلد او لا دوك السداد اللي ولاو مغلفين بالجلد، باش تمكن لكم تمسحوهم، تتفاداو انكم تمسحوهم البنات بالتيد او لا بجافيل او لا ولا بشي برودوي. ولا احسن حاجه كتحافظ على الجلد وكتخليه في المنظر ديالو الطبيعي وكيبان كيلمع زوين، وهي الزيت ديال الماكينه البنات، الماكينه الخياطه. غتمشيو عند اي واحد من دوك الناس اللي كيصاوبوا الماكينه الخياطه، راه كيكون عندهم الزيت ديال الماكينه. كاينه هاد القرعه الصغيره وقيله واش 3 دراهم ولا 5 دراهم، والكبيره كدير شي 6 ولا 8 ديال الدراهم، ما عقلتش. المهم هاد الزيت هذا، وغنحتاجو بونجه ناشفه، وغادي نديرو هاد الزيت ديال الماكينه. راح كنحتاجو غير واحد الكميه اللي هي قليله البنات، نديروها هكايا في شي طبسيل. عرفتي راه كيخرج الجلد غزال وكيلمع. المهم غنبدا ندير هكايا كميه قليله، وغاجيو معايا باش نمسحو الفوتوي. هانتوما البنات، من بعد ما ساليت المسيح ديال الصالون ديالي، كنتمنى ان الفرق يكون واضح ليكم، يكون واضح لكم الفرق ويبان لكم اللمعه اللي ولات في الصالون. شفتوا الجلد كي ولا داير؟ عرفتي راه كتولي فيه واحد اللمعه غزاله البنات. كتحافظوا عليه هكا باش كتحافظوا عليه بواحد البرودوي اللي هو بسيط والثمن ديالو رخيص. دابا غادي ندوز باش نمسح هاد الطبيلات. ما غاديش ندير شي برودوي اللي هذا معروف خلاص ديال الدجاج، راه كيتباعو جوج واقيلا ب 15 درهم. وغادي نحتاج واحد الكاريت ديال الكوزينه او لا بابي جينيك ولا كلينكس. المهم غادي نبدا نمسح الطبيله ديالي ديال الدجاج، وغتكون هذا هي طريقتي في تنظيف هذا الصالون هذا. البنات، من بعد ما كملت الشقه قلت علاش لاني ما ندوزش نصاوب واحد القريشلات. هاد القريشلات البنات غادي نحتاجي لهم تقريبا واحد الكيلو ونص ديال الفرص، على حسب كل وحده شحال بغات دير. عندي جوج كيسان بالعبار ديال الكاز العنبه ديال سنيده، وجوج كيسان بالعبار ديال الكيسان ديال العنبه ديال الزيت. عندنا جوج ديال الخميرات حمر ومعلقه ونص ديال الخميره المعجونه، انا كنستعمل هذه ديال الحبيبات. عندي جوج معالق ديال الزبده، عندي واحد 3 المعلقات ديال الجنجلان، وواحد المعلقه كبيره ديال النافع، والماء باش غادي خلاص باش غادي نصاوب هاد القراشل. وعندنا واحد المكون اللي هو البطاطا مسلوقه. تقريبا هنا راني درت واحد الحبه كبيره ديال البطاطا اللي قطعتها مربعات وسلقتها، هي ديال البنات حداكم اولا جوج حبات صغار. غادي نبداو على بركه الله، غنزيدو سنيده على ديك البطاطا، نحاول اننا نعجنوها هكا بيدينا مزيان هكذا. كتحسوا بها هانتوما راه دغيا كتولي كترخي الماء البنات، كتمعك كتطلق. نعكوها مزيان باش ما تبقاش دايره هكذايا. غنستمر هكا بالمعين، غنزيد عليها الزيت. خلاص هاد الزبده البنات ما غنستعملهاش دابا، غادي غادي ندلك بها العجينه. ملي نجمع العجينه كاع غنعدلكها بها. انا غادي نستمر هكا في المعيك ديال البطاطا، ومن بعد غنزيد عليها الزيت ونزيد عليها المقادير كامله، ونروي بالماء وندير الطحين، وعاد نبدا ندير الماء.
مازالهاش قاصحه. غادي ندوزو نبداو نضيفو لها هاد الزبده شويه بشويه. وحنايا هانتوما ديروا الزبده بحال هكا طليوها في القصعه وتبداو تجمعوا العجينه ديالكم وانتوما كتدخلوا فيها ديك الزبده. هاكم هاكم هادشي كتولي العجينه زوينه البنات. عاوتاني نزيدو شويه الزبده هكا نطليوها في القصعه مزيان ونبداو ندخلو. نحاولوا اننا ندخلوها العجينه بحال هكا. من الاحسن تكون الزبده ديال اللي كتكون جيده هذيك العبار اللي كتكال هذيك كتعطي واحد المذاق زوين كتكون النتيجه زوينه. صافي غنستمر هكا حتى نجمع العجينه ديالي وغنغطيها تخمر الخمره الاولى. منين تخمر غنصوب منها كريسات نخليهم يخمروا الخمره الثانيه نطليهم بالبيض ندخلهم للفرن وغيكونوا واجدين ان شاء الله للحبيبه. شفتوا البنات ها هي ديك كتبدا تجمع كتولي غزاله العجينه. هانتوما وهانتوما حتى المهم نكمل العجينه ديالي مع الزبده. هانتوما البنات من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها هكا ولا غادي نبداو نشكلو منها الكريسات. غنديرو يدينا في الزيت بحال هكذا ونبداو نشكلو الكريسات. وهنا موجوده هنايا واحد البيضه اللي درت فيها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وواحد الطريقه ديال الخل وغنخليهم هنايا باش منين نوجد الكريسات ديالنا ويخمروا غندهن لهم وجههم بهذا البيض. غندرد لهم الجنجل من الفوق وغندخلهم يطيبو. ندير لهم العافيه من التحت حتى يطلعوا يطيبو مزيان وعاد نهبطهم يعني العافيه تكون تحت منهم وعاد نهبطهم يتحمر ليهم الوجه. انتم البنات هادو هما القريشلات ديالنا من بعد ما طابو كيخرجوا لي هاد الكميه البنات راه تقريبا 30 حبه اللي خرجت ليا كيلو ونص ديال الدقيق. شوفوا البنات راه كيجيو مفشفشين ورطبين. هانتوما هذاك المكون ديال البطاطا راه كيخرج خليهم كيجيو هكا اسفنجيين رطب وزوينين. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتقدموهم للوليدات ديالكم في الصباح اولا في العشيه. المهم كتبقى شي حاجه اللي كنزيدوها بحال هكا في المائده ديالنا وكتكون شي حاجه ديال الدار وكتخرج كميه كبيره. يلا هالبنات غادي نخليكم على خير. كنتمنى اللي ما عمرها زارتني وزارتني اليوم تضغط على زر الاشتراك وباش دير ليا ابوني وتضغط على الجرس باش يبقى يطلع لها الجديد ديالي. كنتمنى الروتين ديال اليوم يكون عجبكم وراقكم وكما ديما باي باي عليكم وبسلامه.